سلام معكم ماركو جيمر. دابا عندنا حلقه جديده اخبار الويك، اخر اخبار تيكو الجيمين، شويه من كل شيء. تعطلنا شويه في هذه الحلقه لكن هادشي اللي عطى الله. ليتس جو، ما تنساوش تدعموا الحلقه بالبارطاج باللايكس، داك اللي تجدان معنا كليك على سبسكرايب باش ما يفلتلك حتى شي حلقه. بغيت تكون انفيتي في اي حلقه اخبار الويك كونتاكتيني في انستغرام نيزا/8 ماركو جيمر. دابا ندوزو للعناوين. واحد الحاجه الدراري، ما كاينش انفيتي هذا النهار، ولكن حيت عولت على واحد جوج ولا ثلاثه ما صدقش البلان. ولهذا قلنا نعملوها بلا انفيتي باش ما نزيدش نعطل الحلقات اكثر، وفي نفس الوقت نعمل لكم بلوس دو كليب، يعني نعمل لكم اخبار اكثر. غتكون الحلقه خفيفه دونك بالنسبه للدراري اللي كيعجبهم حلقات خفاف، وفي نفس الوقت غيكونوا كليبات اكثر. دونك غنشوفوا، قولوا لي واش عجبتكم هيدا. دونك في اي اسبوع اذا ما كانش شي انفيتي نعمل لكم هذه الفورمه هذه، ونشوفوا واش عجبكم ولا لا. بالنسبه للعناوين ديال اليوم، فالف اعلنت على هالف لايف جديد، عندنا فكره على كيفاش غيكون الكونترول الجديد ديال بلاي ستيشن 5، غنوريكم كيفاش تفوتو في احسن الالعاب هذا العام، كونتر سترايك خرجت ميزه جور جديده، والجديد شنو هو الجديد ديال تيسلا. ليتس جو. فالف كرياتور ديال كونتر سترايك كو هالف لايف ودوتا، شكون ما كيعرفش فالف، شكون كيعرف ستيم، اعلنت على واحد هالف لايف جديد. هذا هالف 3 ما تكونش هي هالف لايف 3 اللي كنتسناها الجميع، عاد تكون هالف لايف ديال الفي ار، يعني فيرتشوال رياليتي. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش الكونسيبت، كتلبس الكاسك وكتشوف فحال النظارات الى غير ذلك، لواحد العالم افتراضي. اكثريه اذا تقنوا هذه اللعبه تقدر تعمل بوم، حيت كلشي كيتسنى هالف لايف 3، وهذه مزيانه بداو يتسناها احسن ما بقى يتسنى في هالف لايف 3. With you every step of the way. You're gonna need a gun. Don't worry, it's unloaded. It's unloaded now. حنا عارفين دابا بان بلاي ستيشن 5 غتخرج في اواخر 2020، ولكن باقي لحد الان ديزاين ما معروفش، شفنا غير الكونسيبت. سوني نزلت واحد كوبي رايت جديد على ديزاين ديال المانيت جديد ديال بلاي ستيشن 5. الفرق اللي كيبان ليه هو تمسك قصروا شي حاجه والمانيت كامله غلاضات وكبرت واحد شويه، وسي وزولوا اللايت بار من اللور وعملوا يو اس بي تايب سي شارجر. دونك هاد ديزاين يقدر يكون صحيح ويقدر يكون شويه مودرن مقارنه مع اللي فات، ولكن كنظن غيبقاو في نفس الديزاين وفي نفس الكونسيبت. كل عام كيتانونساو متبارين على احسن لعبه ديال العام في ايفينمون سميتو ذا جيم اووردز. يمكن لكم تمشيو تصوتوا على احسن الالعاب، هاد الالعاب احسن فرقه، احسن كوتش، احسن ارتست في الجيمين، وزيدو زيد لي اند لي فوت غتلقاهم تحت في الديسكريبسيون ديال الفيديو. كونتر سترايك خرجوا لنا ميزه جور جديده. شحال ما عملت لكم جيم بلاي في كونتر سترايك؟ عملوا واحد التحديث جديد من بعد ما طاح بزاف التفاعل مع اللعبه، وبقاو الناس كيخرجوا كيمشيو لالعاب اخرين، والاونلاين بلايرز بداو كيطيحوا كثر. دونك شكون السبب؟ بيبجي باتل رويال هما من بعد الاسباب. المهم نحاولوا نعمل لكم فيها شي جيم بلاي ان شاء الله، علاش لا؟ بقاو تسولوا لي انت واش باغي جيم بلاي فيها. دخلوا اوبيراتور جداد عنده سكين جديد وفويس وانيماسيون جداد وسماهم ايجنتس، خصك دوز دي ميسيون باش تجمع بوينتس وديبلوكيهم. التحديث جمع تحديث كبير وقع في سي اس جو من مورا الاوبريشن ديال شاترد ويب اللي سموها. تسلا خرجوا اوتو جديده سموها سايبر تراك، بغاو دابا يشبروا المارشي ديال البيك ابس، وعدلوا واحد بيك اب جديد بديزاين جديد. اولا بعدا تكون الكتريك 100%. المهم ديزاين بحال اللي ماشي من الخيال العلمي. اهم مواصفات هذا البيك اب، جا الزاز اللي قالوا مضاد للرصاص وخفى ليه في الايفنت. الرانج ديال 800 كيلو متر في الشارج وحده. الحاجه اللي ما فلتتش منها تسلا هو انه الناس كامله بدات كتروليها على الديزاين. اللي بان كان اللي كيقولوا بحال جو 3 دي ما فيهاش الراندر مكمول. حاجه اخرى هو انه 200,000 واحد عملوا البري اوردر ديال التراك، يعني تراك مضوموندي بزاف وعملت البوز بزاف، وكنظن عاد تبع بزاف، الا اذا ما فايلاوش في شي حاجه في الديزاين ولا ما فايلاوش في الجاج. دونك كيقولوا الجاج صحيح، كيقولوا الحديد صحيح اللي فيها، وفي نفس الوقت كيقولوا انها فيها واحد الرانج طويل. واهم حاجه في بيك ابس هو انه تهز الماتيريال تكون براتيك. كيقولوا ايضا انها تكون براتيك بزاف، وغيكون فيها دي سيستيم موديولار في التراك اللي لاوري، وغيكون يخليك تهز بزاف ديال الحاجات بلا ما تثقل الامور ديالك بزاف. صافي هذا فورما جديده ديال اخبار ويك اللي كيكون فيها الانفيتي. دونك غنعملوا اخبار خفيف ظريف ومن بعد كندوزو للكليبات. دابا
كليبات غيكونوا زايدين شويه مقاتله على اللي فات. واحد حاجه بالنسبه لكليبات هذه المره غنمشي نقلب في تويتش وفي يوتيوب مغاربه اللي كاينين محيحين دابا وغندير لهم كليبات ديالهم طق 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 اللي مشهور اللي ما مشهورش غنجمعوهم ونزيدوهم حتى هما مع الكليبات العالميه اللي كنعمل. دونك كما العاده اي واحد عنده شي كليب واعر يصيفطوا لي في فيسبوك ويصيفط لي ليا باج الفيسبوك معروفه ماروكو جيمر صيفط لي ليا وديك الساعه ندوزوكم في الحلقات اللي ماشي. صافي الشباب اللي عنده شي كونفيك تاعي بغى يدوزها في الحلقات يصيفط لي ميساج بالكونفيك بالتصويره بالفيديوز الى غير ذلك وندوزوها في الحلقات حيت انا هاد الكونفيك بزاف الدراري في الاول بداو كيصيفطوا من بعد بقى كيصيفط حتى شي واحد ما عرفتش واش ما بغاوش يبانوا ما عرفتش واش ما كاينش الكونفيكس اصلا بلاد ما باغيش يبين الكونفيك ديالو خايف من العين مثلا ما عندك بزاف. بالنسبه ليلي سيت اب فيديو غيكون ان شاء الله قريبا هادي شحال مره كنقول لكم باقي ما دركتي نعملو هادشي اللي عطى الله ندوزو كليباس. Poo, because you are like a poo, bro. You are poo. Allah, ya khaym shat, you would need to shoot me. Show me. Sorry, خالص الله ما طلع جانجلر ولا جي في هذاك العدسة. شي دريم كتكون لاعب بي بي جي وما شاريش كاسك من ماروكو جيمر ستور بايم هذيك وقع انا راه ما شافنيش ما شافنيش والله ما شافني ما ترى ما تقتلوش ما تقتلوش السؤال ديال اليوم اللي ما كاينش انفيتي غنجاوب عليه انا غنجاوبكم عليه علاش لا. دونك غنحاول نعطيكم بالنسبه للسؤال اللي فات السؤال ديال المره اللي فاتت كان شنو هما الكونسول اللي اثروا فيا بزاف دونك غنختار وحده ولا جوج اوكي دونك غنختار جوج عندك سيجا جينيسيس وعندك الجيم بوي نزيدو الثالثه ديال هي ملك النمور الذهبي اللي كيعرفوها كامل. دونك سيجا جينيسيس كانت من الاول لي كونسول لي فيكس اللي كنت كنلعب لها ملي كنت صغير كنا كنتلاقاو كنمشيو للدار ثلاثة بينا كنلعبو سونيك ماني عارف سونيك دونك كنلعبو لها بزاف هادي عندي بعدا ذكريات بها بزاف. ثاني حاجه الجيم بوي اللي كنا كنلعبو لها جيم بوي بوكيمون تيتريس كانت فيها شنو كان فيها اخر كانوا فيها بزاف ديال جو سوبر ماريو اوف كورس فهمتي كانوا العاب نينتندو كاملين الواعرين كانوا في الجيم بوي كنا كنوقفو في الحومه في راس الحومه كذا اللعيبات كنلعبو كنجمعو ثلاثه اربعه بينا وكنلعبو بعد ما تبيك كلشي جو فيه بزاف كنتبادلو كندوزو الجيم بوي اللي عنده الجيم بوي كيبقى يدوزها واذا كان شي شي جو اللي فيه سولو بحال دابا بوكيمون ما يمكنش تعطيه لشي حد كتلعب وبنادم كيتفرج. الثالثة هو ملك النمور الذهبي ومن لا يعرفه هذه كانت عملت البوز بزاف كانت واحد الكونسول اللي خرجت ومبازي على سوبر نينتندو ولا نينتندو وكانت كتعمل فهمتيني لي جو ديال نينتندو كانت كتعملهم وكتجمعهم كيبانو في واحد الكاسيت في واحد الكلافي المهم كانت فريمون مزيانة كان ديك الفردة ديال الدوك ديك لعبة الدوك كتقتل بنادم بها. المهم هادو ثلاثه اللي صراحه عندي بزاف هما كل وحده عندي فيها دي ميموار لكن بغيت نخليها خفيفه ظريفه رجعتكم فقط لي ميموار اللي قدام ملي كنت صغير فهمتي نخليو الميموار الجداد حلقات اخرى. الكيسيون ديال هذا الاسبوع هو دابا كما كتعرفوا عندك الاكس بوكس كارتلت يعني الاكس بوكس الجديده غتخرج في العام اللي ماجي عندك بلاي ستيشن 5 اللي غتخرج في العام اللي ماجي نتوما بالنسبه ليكم شنو اللي غيخليكم تختار هذه ولا هذه يعني واش غتختار بلاي اس 5 ولا غتختار الاكس بوكس سكارلت او الاكس بوكس اللي غيسميوها باقي ما عطاوش سميه. دونك هاد جوج شنو هما الحاجات اللي غيخليوك تختارهم وشنو السبب يعني واش حيت فان بوي دي بلاي غتشريهم غتشري بلاي واش فان بوي دي اكس بوكس غتشري اكس بوكس ولا حيت كتشريهم على حسب لي زيكسكلوزيفيتي اللي غيبينو من بعد بالنسبه للجيم بلاي واش كتشريهم بالنسبه للغرافيزم واش الفيتشرز اللي كيكون فيهم الى غير ذلك. سيبوني تحت في الكومنتس والحلقه اللي نجا عيبانو الكومنتس ديالكم فيها صافي صافي هادشي اللي كاين بالنسبه لنا الحلقه ديال اليوم سالينا وكان فهمتي حلقه خفيفه ظريفه دونك كنحاول نعمل اخبار الويك ولكن ب
باقل كونتنت اقل باش تكون سريعه ونقدر نعدل اكثر. وفي نفس الوقت اذا ما جاش انفيتي ندوزوها بلا انفيتي وتكون خفيفه ظريفه بحال دائما. ما نحاول مزغين نسرع لكم حلقه في الاسبوع. صافي الشباب نخليكم فيديو سمي جيم سوف تدعمونا بواحد لايك بواحد البارتاج وبسبسكرايب نوتيفيكاسيون عملوا ديك نوتيفيكاسيون على كل شيء باش يجيكم من الجديد ديال كل شيء. هادشي اللي كاين. صافي الشباب خليكم فيديو سمي جيم. شكرا الدعم ديالكم على اخبار الويك اللي كاين مزيان. كومنت خدامين الدعم خدام بارتاج خدام تري بيان. هذا هو اللي كيخليني نسموتيفا نزيدكم حلقات كثر. اللي بغى شي بياسه الجيمين موروكو جيمر ستور بوان كوم فولوين في انستغرام نيزا سلاش 8 موروكو جيمر. نخليكم الحلقات اللي ماشيه. بيس.